السلام عليكم. عرفت طرقات الجزائر اليوم الخميس حادث مرور مروع وخطير راح ضحيته شخص توفي متأثرا بإصابته البليغة، وحسب صفحة طريقية المكلفة بالإعلام للدرك الوطني والناشط على الفيسبوك، فقد عرف الطريق الوطني رقم 9 الرابط بين ولايتي سطيف وبجاية وبالضبط على مستوى منطقة طنجة بلدية عموشة، حادث مرور تمثل في انحراف شاحنة ذات مقطور عن مسارها واصطدامها بأحد المنازل، وللأسف أسفر هذا الحادث عن وفاة شخص واحد وحالة صدمة كبيرة في عين المكان، وتدخلت الحماية المدنية على جناح السرعة بعد تلقي نداء عبر الرقم الأخضر، فيما فتحت المصالح الأمنية المكلفة بأمن الطرقات تحقيقاتها في هذا الحادث الخطير، بالإضافة إلى تنظيم حركة المرور وتوعية مستعملي الطريق بتخفيض السرعة، فيرجى أخذ الحيطة والحذر.